نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جاء النفي للرجل بسبب أنه لا يحمل، وأن هذه المرأة بسبب قلبها وقلب ما جاء النفي للرجل بسبب أنه قول الله تعالى بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جاء النفي للرجل، النفي جاء النفي للرجل بسبب أنه لا يحمل، لا يحمل نعم، وله يحمل بسر القلبين. يقول: وأن المرأة بسبب قلبها وقلب ما في بطنها لم ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح. المرأة ما لها إلا قلب واحد، والرجل ما له إلا قلب واحد. لكن والله أعلم، لأن سبب نزول الآية أن رجلا ادعى أن له قلبين فكذبه الله، أكذبه جل وعلا. نعم.